الأجواء بملعب الشهيد أحمد زابانا كانت حارة تشجيعيا، فالمباراة هنا هي مباراة بين فريقين تاريخ المواجهات بينهما لطالما كان مثيرا. مولودية وهران خامسة جدول الترتيب دخلت تترصد ضيفها اتحاد العاصمة المنتشي بفوزه أمام الجار مولودية الجزائر، وكل هذا كان تحت أنظار مزيان إيغيل مساعد المدرب الوطني رابح ماجير. مولودية وهران كان لها شرف أول محاولة في اللقاء، ورأسية سويبع شتتت من على خط المرمى. بعد ذلك مرر عواد كرة مضبوطة بالمقاس أهدرها سويبع مضيعا افتتاح التسجيل. ضغط أصحاب الأرض لم يهدأ، ولعبة جماعية انتهت عند أقدام بنتيبا الذي حول زماموش كرته إلى الركنية، صدة تعادل تسجيل هدف. الاتحاد بدا مرتبكا وأثرت فيه الغيابات الكثيرة التي شهدتها تشكيلته خلال هذه المواجهة، فكان هجومه عاطلا عن العمل في المرحلة الأولى التي انتهت دون أهداف. بعدها عاد الفريقان من الاستراحة ليواصل بحثهما عن نقاط المباراة، فبادر الاتحاد بالهجوم وناتاش يتدخل ويبعد الخطر. فرصة رد عليها مكاوي بمخالفة انتهت بين قفازات زماموش. هجوم الضيوف لم يكن خطيرا خلال هذه المواجهة، ولكنه كان فعالا عندما تمكن أسامة درفل من افتتاح التسجيل بكرة وقف ناتاش يراقبها وهي تداعب شباك مرماه، وكان ذلك عند الدقيقة 75. المولودية حاولت العودة في النتيجة، ولكن الطريق إلى المرمى مسدود. وعلى أعتاب الدقيقة 82 استقبل البديل تومي توزيعة من حليمية وأرسل تسديدة استقرت في شباك زماموش، معدلا النتيجة بهدف يعد من أحسن الأهداف في بطولة هذا الموسم. المدرب حمدي هرع إلى إحداث تغييرات نظرا للأخبار الواردة من على أرضية الميدان، وكمال بوعكاز لم يكتفي بالتعادل بل أراد النقاط الثلاث، لكن محاولات الدقائق الأخيرة لم تأتي بجديد لتنزيل صافرة الحكم أعراب معلنة عن انتهاء المباراة على وقع التعادل ووسط روح رياضية على أرضية الميدان والمدرجات.